نقطة النهاية في بطولة العراق بالكرة الشاطئية كتبها فريقا المصافي والمشاهدة بملعب الاتحاد العراقي لكرة القدم في بغداد. 16 فريقا شاركوا في البطولة التي فقد لقبها فريق نفط الوسط الذي احتكره لموسمين. الشاطئية في الاتحاد العراقي نظمت بطولة كأس العراق بمشاركة 16 فريق، واليوم تكللت بالمباراة النهائية بين المصافي والمشاهدة، والحقيقة حفلت بالندية وحضور الجمهور والإعلام، وكانت مباراة رائعة. الندية والتكافؤ حضرا مبكرا في أشواط المباراة التي انتهى أولها بالتعادل بهدف للطرفين سجلهما حسين وحيد للمشاهدة وعلي مهدي للمصافي، الذي تسلم القيادة في الشوط الثاني محققا هدفه الثاني بتوقيع محمد ناجي. فريقنا الحمد لله شكر قدم أداء مع الجهد سنة وثلاثة أشهر، الحمد لله شكر كادر تدريبي، هيئة إدارية، لاعبين، هاي ثمرة جهودهم. الشوط الثالث استهل بهدف التعادل للمشاهدة بواسطة علي أحمد، لكن علي جودة أعاد التفوق لفائدة فريقه ممن نجح في إحراز هدفي الفوز الرابع والخامس بعد جهد مميز للاعبه عبد الله سهيل، حسم مصير اللقب للمرة الأولى لصالح المصافي الذي احتفل بفوزه ودخوله سجل البطولة من بابها الواسع. نقول مبروك النادي المصافي وهارد لك النادي مشاهدين. كانت المباراة بها بعض الأخطاء من الحكام، وتغلبوا علينا يعني شوية حكام كلش يعني قسوا معانا. حصلنا على اللقب بعد 3 سنوات احنا وصيف، هالسنة حققنا الإنجاز واخذنا الدوري، ونهني الإدارة مالتنا ونهني كل لاعب. بعد أن ذهب لقباء الموسمين الماضيين لصالح فريق نفط الوسط، تسلم فريق نفطي آخر لقب الموسم الحالي من بطولة العراق بالكرة الشاطئية، وهو فريق المصافي الذي فاز على المشاهدة في المباراة النهائية. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.